شيرين، وتوصلنا لل 11:17 دقيقة. الانترفيو اليوم اخترنا انه نشخصه شوية، خلينا 2022 ونشوفوا شنية المكاسب. هل المرأة حافظت على نفس البلاصة وإلا لا؟ هل ارتفعت ظاهرة العنف بأنواعه؟ واش نخصصه زادة على العنف الزوجي؟ على خاطر ذرلي ارتفعت شوية مطلع عام 2022. تشاركني الحوار، وسعيدة جدا باستقبالها نائبة رئيس الهيئة الوطنية للجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية وأخصائية في اضطرابات صعوبة التعلم السيدة نيل عميرة. مرحبا بك على كابا فام. بخير وشكرا على الاستضافه. شكرا ليك، وعامك ان شاء الله مبروك ليك ولكل انسان اللي قاعدين يسمعوا فينا. باش نمشيو الى صلب الموضوع اليوم، المراه هل نجم نقولوا انها حافظت على نفس الحقوق والمكاسب؟ هل وقع تشريكها في الحياه السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه؟ المراه التونسيه وين مدام؟ أنا أقول اللي المرأة التونسية في حاجة إلى وقفة معها، وقفة أمل، ما عادت الحقوق متاحة مضمونة وإلا محسنة بين دفرين. مين يبدأ هذا؟ بدأنا من أزمة الكوفيد، وقت أكل الحجر الصحي العام اللي تفرض علينا، وهي وضعية تفرضت علينا، ولكن المرأة هي الأسرة التونسية تأثرت بها بصفة عامة، ولكن خاصة المرأة اللي ولات تتعرض لبرشة عنف، وإحنا الكل يدول يسمعنا في وقت الكوفيد. بعد أزمة الكوفيد جاتنا أزمة الأزمة الاجتماعية دي اللي نعيشوا فيها إحنا توا، اللي تتمثل في غلاء المعيشة، اللي تتمثل في نقص المواد الغذائية، نقص الأدوية. كلهم ما نقولش كل المرأة هي الأسرة، خاطر أنا ما نحبش أن نفرق بين المرأة وراجل في مؤسسة الكوبل مع بعضهم. صحيح، ولكن بحكم أنه الحصة مخصصة للنساء ساعتين باش نسمع صوت كان النساء، باش نحكي كان عن النساء، دونك خلينا نحكي وزيدة ونمشي معاك أبعد شوية. شفنا تشنج كبير، شفنا صيحة فزع في عدم تشريك المرأة بالأخص في الحياة السياسية، نرجعوا مؤخرا للدستور، نرجعوا لعدة أشياء، شفنا نساء ديمقراطيات يتكلموا، حتى أنتم الجمعيات كنتوا تكلمتوا كنتوا حكيتوا. لخصنا هذا الكل في 2022 تعدى على المرأة. احنا وقتش تكلمنا كجمعية تونسية نهوض بالصحة النفسية وبصيرتي رئيس الرابطة التونسية للحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة فرع نابل، ثم لاحظنا زيادة العنف وتفنن بين ضفرين في تعنيف المرأة، واللطف عليك يطلعوا لعينيها زوجها ولا يذبح ولا يقتل قدام صغاره. على ذكر نستسمحك أستاذة، على ذكر العنف الزوجي، قدامي دراسة قاعدة الحقيقة نقرأ فيها من البارح، الأرقام مفزعة ومفزعة جدا. هذه الشكاوي المتعلقة بالعنف ضد المرأة كي نرجعوا الأول لعام 2022، شيفر كبير، 796 حالة، والفئة العمرية 30-39 سنة. عندما اللي يشكيوا فما اللي ما يشكيوا، فما اللي ما يشكي، فما اللي ما يشكيوا يخافوا. يجيونا احنا الجمعيات يقول لك انتم تحفظون سرنا وماذا بيهم ما نحكيوش عليهم هما. دونك ولينا نتفنوا في تعنيفها وفي قتلها، ولو ياسر انا اللي مقلقني التشهير ببعض النساء والفتيات والمراهقات في وسائل التواصل الاجتماعي، دي حاجة مش باهية، دي يلزمها قانون، يلزم نقفولها بكل حزم ويلزم نحيوها من بلادنا. ممكن احنا باش نمشيو للمنحى الايجابي في الحكايه نتاع تواصل موقع التواصل الاجتماعي معاك سيده نيل عميره، ممكن كي هبطوا تصويره نتاع امراه مضروبه معنفه، ممكن هذا باش يخليوا الراي العام يتهز، باش يقولوا ستوب، يزي معنفنا المراه، يزي. ممكن هذا حاجه زاده خايبه كما قلت انت، المراه باش تعيش في عزله، مش انت اللي تضربت من راجلك وصار فيك هكا وصار فيك هكا. هذايا ممكن وجهه نظر اخرى زاده. كما هي ماذا بمعنى هي المرأة تعتبر أن سجي تابو حاجة شخصية متاحة هي، أما تحب تحلها مع المجموعة في كامل السرية مع مجموعة مقربة. قلنا تعنيف المرأة، كي أنت تعنف المرأة وقدام أطفالها، دونك قديت على أسرة كاملة، مش يولي عندك أطفال دي زيكي اللي بغي، مش يولك عندك جيل فريمون مضطرب بالاضطراب الأسري اللي عاش فيه. بالنسبة للسياسة، أنا الحق عندي برشة احترازات وماذا بيا ما ندخلش فيها برشة، ولكن أنا يقلقني ويزعجني ويحرجني كي ما نستشيروش المرأة في كل ما يخص بخطر السياسة، هي شنو هي شأن البلاد.
طبعا يدول هي عنصر فاعل في البلاد. علاش ما نستشيروهاش؟ علاش ما نشاركوهاش؟ كما توا مثلا في الانتخابات انا معناها متقلقه من وضعيه المراه في الانتخابات، متقلقه برشا من السخريه من بعد اللواتي تقدم ترشحنا الانتخابات، يعني تعرضوا لبرشا السخريه وتنمر. تقريبا المجلس القادم باش نشوفوا تمثيليه ضعيفه وضعيفه جدا للنساء. هو ذكوري بأتم معنى الكلمة، ما غطيوش عين شمس بالغربال، هو مجلس ذكوري، ما نعرفش وين باش يمشي، ما نعرفش باش ينجم يدافع على حقوق المرأة، باش ينجم يخلينا حقوقنا أكل المكتسبات نتاعنا اللي في مجال الأحوال الشخصية أكل اللي احنا نفتخر ونعتز بها، معناها هذايا أنا المجهول اللي أنا ما نحبوش واللي أنا خايفة منه واللي أنا فريمون يقلقني ويقلق النساء الكل، راهو ما هيش حاجة مخبية. دونك الشأن السياسي أنا نشوف اللي المرأة مغيبينها برشا، حتى في المنابر الإعلامية ما فماش أكل، خاطر عنا إحنا النساء عندهم يقولوا برواحهم في السياسة، أكل المحاميات أكل الدكاترة، عنا الأخصائيات عنا كان ما نقولوا، عنا طبيبة، عنا الفلاحة، عنا المعلمة، عنا المربية، المعلمة لو عندما تحكي لك المعلمة الأستاذة ما نعرفش أنا، حتى ربة البيت راهي ربة البيت عندها شأن هذه الأمور، راهي نصف المجتمع يشنورة. مش حكاية قراية ولا أكاديمية، حكاية تجربة في الحياة، التجربة متاعنا تنجم تفيد بها، هي تنجم تصلح معاك البلاد، خاطر في البلاد في حاجة إلى إصلاح، شكون نحطوا اليد في اليد الكل، امرأة وراجل ومع بعض ما نخدموا معاش، خاطر أنا من جيل الستينيات ما عشتش برشا سيباراسيون امرأة وراجل وقت الزعيم بورقيبة والكل، معناها المرأة كانت عندها شأن في السياسة في الاجتماع. نجم نقولوا تراجعت شوية للمكاسب اللي حققناها في الستينات في السبعينات في الثمانينات، تراجعت شوية نجم نقولوا؟ تراجعت برشا، أنا مانيش متشائمة، أما أنا كناشطة في المجتمع المدني وكمرأة وعشت الستينيات ونعرف شنو ما حقوق المرأة ومكتسبات المرأة في تونس، قاعدة تتراجع وقاعدة نحس اللي هما يستصغروا برشا، يسوزيستيمو سي دور المرأة في المجتمع، راهي دور المرأة عنده برشا قيمة، نحطوا اليد في اليد المرأة والراجل باش نبداو منين، ننطلقوا من الأسرة، إذا كان احنا ككوب نخدموا مرأة وراجل، نخرجوا للعمل، أنا زميل ومعايا زميلتي، وفي الشأن السياسي زاد نشاركوا المرأة، راهي نرجع ويكون الحق وذاك خير إذا ما نقولوش خير. إن شاء الله ديما خير، وإن شاء الله ديما المرأة التونسية نلقاوها في أبهى وأرقى المناصب يا ربي. خلينا نخرجوا بكلمة مدام نيلة عميرة، نخرجوا بكلمة وانتظاراتنا في 2023. شو أنا كناشطة في المجتمع المدني وك معناها جو سي تري فيمينيست، نطلب كل لطف من المسؤولين على البلاد هذه يحافظونا على مكاسبنا احنا كمرأة تونسية، يحافظونا على مكاسبنا، انا ما طلبناش اكثر من مكاسبنا، ومذابية زادة يكون العمل شفافية ونشاركوا المجتمع المدني، راهو قيمة المجتمع المدني ما يعرفوش الناس الكل، ما تنجمش بلاد تتصلح من غير تشريك المجتمع المدني والجمعيات اللي تخدم في هذا الشأن، في الطفولة ولا في المرأة ولا في المراهقين، خاطر انت كوزيرة المرأة وحدك مثلا تنجمش تشوف شفمة في البلدان في داخل المدن، احنا الجمعيات نحطوا لك مطلعين اكثر، صحيح احنا نقولوا لك شنو اللي في حاجه اكيده الى اصلاح، وانا بالله نستسمحك باش نعمل نداء للسيد رئيس الجمهوريه، احنا انا ك نائب رئيس جمعيه تونسي نهوض بالصحه النفسيه اتصلت برئاسه الجمهوريه قداش من مره لتسويه وضعيه الطفوله ذوي الصعوبات في تونس، يقولي احنا عنا من صلحوا في الطفوله ذوي الهمم ولا ذوي الاحتياجات الخصوصيه واطفال طيف التوحد، وديما انا نحط المطلب نتاعي ولا اجابه عندي عامين توا، خاطر الطفوله هذه يلزمها لفته من الدوله مش الجمعيه وحده تنجم تقتل الطفوله هذه، خاطرهم هما في عرضه الى الشوارع، في عرضه الى يستقطبوهم، ما تعرف شكون يستقطبهم غير ما نقول لك، دونك اذا كان الدوله ما تقفلهمش ما ضاعوا.
واضح، وشكرا لك سيدة نيلة عميرة نائب رئيس الهيئة الوطنية للجمعية التونسية لنهوض بالصحة النفسية. مشكورة جدا. يظهر لي باش نلخص أنا الحوار الانترفيو في معنيين الحلو اللي كنا قمنا به تويكا: الطفولة مهددة ومكاسب النساء في تراجع، هذا العنوان الأبرز اللي باش نخرجوا به. والنساء إن شاء الله ربي ديما عايش النساء أمولا، هي اختيار هذا السيد المخرج علي المديني قالها سمعنا النساء علي قال يلا شو آخر بش